السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة سيداتي نساتي سادتي مخداتي وسادتي. أما بعد، اليوم توي كنت قاعد أحط، قلت بسوي لكم الحلقة هاي عن حساسات الهزات الأرضية والتسونامي، كله قاعد أحطي عند كل مركز استجابة. زين، شي يخبرني متى تسونامي جاي، متى كذا، متى، ونشوف ما مدى تغطياتهم وهاي الامور وهالسوالف. باقي الشغلات اللي على الارض سهل تخبرني على طول، سايل اللي في البحر شوف ما يخبروني، ونعرف متى تسونامي جاي. زين، وذا الرادار خريطة الجو طبعا كله قاعد احطيه عند مركز الاعصار، اذا في مركز اعصار يخبرنا already exist. اوكي، هذا مبنى واحد ابو منه، ابو سبيس رادار، بيكون هذا مكانه حلو والله. حطينا منه already exist. هاي خبرنا نحتاج معلومات، نحتاج كذا، نحتاج وايد امور. وهني استوت عنا حريقة وحطيت مركز استجابة الطوارئ، لان استوت شوي المواضيع خفصة فلازم يكون عنا افضل. لكن شوفوا هني الارض يا سلاحظ انها قامت ترجع شوي شوي، فحديقة عبد الله اويس عبد الله سوري احتمال كبير انها ترجع مثل ما كانت. والله قريب توصل 5 نجوم، بسوي ملاهي كبيرة، بنزود ملاهي، بنحط ملاهي على الاغلب على واحد من مدن الشاطئ. فالحين بنفتح وقته نفتح الشاطئ بصراحة، اذا الحين ما فتحنا الشاطئ ما اعرف متى بنفتحه. حلو، الحين الشاطئ هذا لازم يتبطل، لازم يتبطل الشاطئ هذا. شوي بيكون بيسوي لنا أزمة من حيث منو الجسور، فما بسوي جسر. هتقول شو بتسوي عيل؟ بسوي نفق أساسي. يعني هذا 4 سيدات مالنا هني، بنيبه بداية الشاطئ، بنسوي لنا مثلا شارع رايح، شارع راجع، شارع ينزل لعمق اشوف 20 بالنسبة للنفق متر. اوكي، بننزل زيادة 36 متر، وما نقدر نسويه. اوكي خلاص، غيرت رأيي قبل الحلقة تبدأ. شفتوا كيف هو بداية الحلقة غيرت رأيي؟ زين، هذا معناه لازم يصير بالعكس، انا ابغى جسر مرتفع جدا 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 جدا، لان هذا جسر المفروض يكون ضخم 40. وايد وايد شوف، ايوه لا ارتفاعه زين هذا، بس الجسر هذا ما راح يكون هنا، راح يكون بداية المدينة بين شاطي، والشاطي ينزل في دوار، والدوار يتصرف وش يسوي معه. وصلنا الحين فترة نشتغل على المدينة هاي، المدن هذه حرام اني بشي تعبان حرام، واني بهني 40 لين هني، وهاي بتنزل دايركت، هاي ما بتنزل في دوار. اتصور الحين اذا ركب عدل، اذا ركب مثل عالم الناس. زين، هذا هني بروح عند الزحمة، خاف اسوي ازمة عالمية لنا. بس 40 ترى وايد مرتفعة، فعلا 40 راح اسوي لنا ازمة ثانية. ترى انا شو اباه؟ اباه يروح على خط منه الكورنيش، وابا هذا نفس الشيء على خط الكورنيش، بس هذا بنعكس شوي. بنعكس هذا، هذا وايد مدبب، بايستوي شارع واحد، ما بيحسب الشارعين. لحظة، هذا شارع واحد، هذا شارع الثاني. لا
لا اظني هالجسر ممتاز جدا ممتاز، في خدمات تحت الشارع هاي بتنزل، لان الشارع الرئيسي هني انا بسوي حشيش قام يستوي عندنا فلوس يا جماعة. الشارع اللي هني راح يكون بالطريقة هاي، واللي على الشاطئ مفروض يكون عندي مشاريع. خلاص انا ما اعطي مجال حق خسائر مساحة على الفاضي، وهذا متوصل وصل اتصور شيء من هذا القبيل بيكون حلو، يعني شيء من هذا القبيل يكون حلو يعني كتصميم، يعني يناسب الشاطئ اللي هو عليه. زين كالعادة نبغى نسوي نحن شيء، لحظة خلنا نهدم شوي خفيفة منه، هذا مهني لهني، هذه أربع شوارع ينتهي مكانه هني، هذا ينتهي مكان فيه مثلا هني مكان ممتاز. هني أنا حاط بلان ثاني، يعني أنا حاط خطة أصلا، حاط خطة أن أنا أبغى لازم أجيب الهاي واي ترى بعد إلى هني، ما عندنا هاي واي هني، ما عندنا شارع عام يدخل، فلازم نحول هذا بعد بجسر مش المدينة هاي واي، يعني اللي هو سوري هذا قطعة الأرض هاي الحين مرة بنشتري أكثر، لازم ترين نفتح مال استنسيات. إنزين نجيب مهني هاي واي لين هذا المكان، يكون جسر جسور جسور، يعني مش جسور عادية، مش جسور عادية، هاي جسور يعني خرافية تعتبر ترى، يعني على نطاق الصعيد المحلي والعالمي وعلى نطاق اللعبة يمكن الناس تعتبر جسر نفس هذا شيء غبي أصلا، ويمكن الناس تعترض وتقول المفروض ما تسوي جسر نفس هذا يا خليل، بس أنا أشوف إذا ما رحنا شوي حد قاسي ولا حد كبير وين المتعة في الموضوع كله؟ خلنا نستمتع في المساحة المعطاة لنا، عندنا مساحات ضخمة، مساحات مش قاعدين نستغلها أصلا، يعني نسوي فيها ملاهي هني، نسوي كذا، نسوي مدن ورا، نسوي خدمات قدام، نسوي صناعية واتأذر، ما أعرف وين الصبح صناعية أسوي لها للحين ما فكرت في الموضوع. زين خلنا نوقف اللعبة هني شوي، لأن هني بيكون في عندنا تقاطع زيادة، التقاطعات هاي تخدمنا ترى في المستقبل، احنا قاعدين نأسس على أساسها مدن جبارة، هالقواعد اللي نحن عندنا الحين نقدر نأسس عليها بلاوي ترى. زين نيب شارع عام ثلاثة اتجاهات، يمكن اخلي ثلاثة من هالصوب بس ما اخلي اربعة، انا هناك حاسب حساب زحمة موظفين، ولا اخلي اكمل جميل اخلي اربعة، خلي اربعة بسوي هذا 40 نفس هذاك، اللي هو وايد 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 ضخم ترى، مش شي صغير 40، وايد مرتفع عن الارض، بس بالنسبة بالنسبة لي انا يعني شيء هو شيء منطقي، يعني بالنسبة لي انا احس انه زين، لان هذا قاعد اروح اللي هو مثل ما تقولون شوي اكثر من لازم، لازم شوي اكثر من لازم، وليستوي الوضع بطاط. انزين هذا من هني، من هني ممكن نوصله، بس شو يباله شهر هذا نسوي الانحناء عدل مثل عالم الناس، ما في شركة بسوي انحناء الكتر اللي انا مسوينه، افرض ان الشركات قاعد تسوي هذا، تسوي هذا الانحناء هذا، اوكي في شركات كتر بتسوي بس مش انا، الحلقة بتكون تجهيز المدينة الجديدة. ايوه هذه المدينة الجديدة، خلنا نشغل اللعبة شوفوا هاي مستقبل المدينة، يعني انتم قاعد تشوفون مستقبل اللي جاي للمدينة، ف
إذا ما تبون تشوفون حلقات نفس هاي اللي هي عبارة عن تجهيز الحلقة، تكون تجهيز في تجهيز في تجهيز في تجهيز، هاي بعد وخليها تقاطع لمدينة مستقبلية. أوكي، تقاطع مدينة مستقبلية بحيث إن بننزل هذا هني، طلع هذا نايس. الحين أروم أحط ملاهي كبيرة. أوكي، بنعكس الشارع. أوكي، عدل الإحناء السخيف هذا. مني بشارع نقدر، ما اظن اقدر اسوي ابجريد حق الشارع هذا كامل كشارع. خلنا نشوف اقدر، والله اقدر. والله قدرت، ما توقعت اني اقدر. كانت ابجريد تو ذس تايب. ليش؟ لان هو ابجريد تستهبل علي. والله يستهبل علي هذا، واللي بيطلع هذا، واللي بيطلع من هني لين هني بيكون بسوي تول عقب شيء يشيل في الشير هذا. ما عليك، والناس تمتدعم شير 24 ساعة شير شير. يعني ها كان مجرد تجهيز ترى. إذا ما تبون تشوفون حلقات نفس هاي اكتبوا لي تحت في الكومنت، خلي لها الحلقات ملل وما نبي نشوف نفس الحلقة هاي. طلع الروح أي شيء، مو بشيء خايس، أي شيء تبون خبروني أنتوا بس في الكومنت تحت، لأن الحين أنا أسوي لأن أتوقع أنكم أنتوا ممكن أنكم تبون تشوفون كيف سويت المدينة. وتشوفون كيف اوضاعها. انزين، ممتاز. المدينة هني والله حلو، الناس قاعدة تستعمل هالشارع. انا ما اعرف ليش، ما الام داعي استعمال الشارع هذا الحالي. اوكي، بس هاي المدينة ترى احسها جبارة، بتكون جدا جبارة. انزين، بنحطي شركات بس شوية على أساس ناقصنا نحن أدوات صناعية. والله ممكن نسويها مكان صناعي، ممكن نسميها مدينة النووي. هاي مدينة النووي. والله حلو الصراحة، تذكرون مدينة النووي هني وصناعية وراها، صناعية ضخمة شوي. شوف في ثروات هني، هي في عنا مزارع هني نقدر نسوي. مزارع نقدر نمتد له هني نسوي. إذا قدرنا نشتري حاليا ما نقدر، مثل اللي عقبل نقدر نشتري على 55,000 قريب، يعني 55,000 بيكون عندنا مطار. بعد نقدر نسوي مزارع، مزارع أسوي مدينة هني مزارع، بس النووي بقى هني. هذا راح يسوي النووي، ما أعرف، بشوف شو بسوي، بشوف في الحلقة القادمة. المهم هاي كانت حلقة يمكن قصيرة شوي، فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.